لم يرهبهم رصاص الاحتلال وقنابله المسيلة للدموع التي أوقعت في صفوفهم عددا من الإصابات، فالجموع الجماهيرية الحاشدة التي شاركت في الجمعة 35 لمسيرات العودة حملت معها رسالة التفاف حول خيار مواجهة الاحتلال حتى انتزاع حقوقهم في كسر الحصار والعيش الكريم. المقاومة أكيد بتوحدنا، وإن إحنا مع المقاومة وبالمقاومة بننتصر. إن إحنا نضلنا نيجي ومش خايفين، نرجع بلادنا ونرجع قدس ونرجع أراضينا. الشبان الذين شاركوا في التظاهر على الحدود الشرقية التزموا بتعليمات الهيئة القيادية لمسيرات العودة، حيث لم يقتربوا من السياج الأمني ولم يشعلوا الإطارات ويطلقوا البالونات الحارقة، حفاظا على سياسة تصفير الخسائر كما تؤكد الفصائل. نحن وبوضوح أمام مرحلة من الهدوء، التفاهمات مرتبطة بالهدوء، ولكن مقابل أن يتم كسر الحصار الظالم المفروض عن شعبنا بكافة أشكاله بكافة تلاوينه. أما تهديدات الاحتلال المستمرة لغزة فقد أكدت الفصائل بأنها لن تثنيها عن مواصلة النضال واستمرار المسيرات حتى كسر الحصار بشكل كامل. نحن هنا من هذه الساحة نقول لهذا العدو لا تسرف في التهديدات ولا تتوقع منا أن نرفع الراية البيضاء، وننصح جميع المراقبين والمتابعين بأن يوقفوا هذا العدو وأن يمنعوا عدوانه على أبناء الشعب. الجولة الأخيرة من الصراع في غزة كانت واضحة ورد المقاومة كان أوضح. جمعة تنتهي وأخرى قادمة ستحمل شعار جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني. الحفاظ على زخم المشاركة الجماهيرية في مسيرات العودة والقدرة على التحكم في ضبط الميدان والأدوات السلمية المستخدمة يشكل ورقة ضغط رابحة في وجه الاحتلال وتكتيك مدروس للوصول إلى أهداف كسر الحصار. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.